في قول الشيخ رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة: أولاده صلى الله عليه وآله وسلم الذكور ثلاثة: عبد الله ويلقب بالطيب الطاهر، والقاسم وإبراهيم رضي الله عنهم. والبنات أربع: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن، وكلهم من خديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم، فمن مارية القبطية أهداها له المقوقس. يعني ثلاثة ذكور وإيه وأربع إناث: زينب ورقية وأم إيه كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهم، وكلهم ماتوا، يعني أولاده جميعا ذكورا وإناثا كلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها، فإنها عاشت بعده 6 أشهر. والحكمة في ذلك أن النبوة ختمت به صلى الله عليه وسلم، وأبناء الأنبياء أنبياء، فلو عاشوا بعده لكانوا أنبياء. وأما فاطمة رضي الله عنها فإنه لا شيء، أو يعني لا يترتب على بقائها بعده شيء، لأنها إيه أنثى ولم تكن نبيا قط أنثى، والجمهور على أن النبوة لا تكون في النساء. ولذلك ختم النبوة معناه إيه؟ نفي الأبوة. ما هو الربط بين ما كان محمد أبا أحد ولكن وخاتم؟ يعني في ربط، في علاقة قوية بين ختم النبوة ونفي الإيه؟ ونفي الأبوة. لأنه إذا نفيت الأبوة عن أحد يعني معناها ليس بعده نبي، فمعناها لأنه لو كان له أبناء لكانوا أنبياء. وقد ورد في الحديث: لو عاش إبراهيم لكان نبيا. إبراهيم هو ابن مين؟ ابن ماريا القبطية، ابن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني لو لا يبلغون، يعني المقصود أن أبناءه لا يبلغون مبلغ الرجال. وذلك لم يقل ما كان محمد أبا أحد، لا هو أب بس من رجالكم، يعني لم ينفي أبوته للأطفال الذين لم يبلغوا إيه مبلغ الرجال، ولم ينفي أبوته عن النساء، يبقى نفاها عن مين؟ عن الرجال. طب لماذا مثلا لم يقل ما كان محمد أبا أحد من الرجال؟ لما أسندنا رجالكم؟ دل على أن الأبوة الروحية التي تكون لرجال الله أو لرجال الآخرة ليست منتفية، فهو أب لنا من هذا المقام. وذا قال: من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فوضح هنا الربط بين ختم النبوة ونفي الإيه؟ ونفي الأبوة. أبا ما كان أبا، هنا موقعها في الإعراب إيه؟ خبر كان، ودي من الأسماء الخمسة، وتنصب بإيه؟ تنصب بإيه؟ تنصب بالألف، وترفع بإيه؟ بالألف، وتجر ترفع بالواو، والنصب بالألف والجر بالياء، فهنا منصوبة بالألف وليست مرفوعة، إن الرفع بيكون بإيه؟ بالواو. أبو شيء ارفع الصوت. نعم، في الغالب يعني مثلا: وورث سليمان داود في ايه؟ في النبوة. يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني ابن نبي، مش كده؟ ابراهيم ابناء انبياء، اسماعيل واسحاق ويعقوب، مش دول من ذريته؟ قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. يعني الغالب الظالمون خارجون طبعا بالنص، اللي هم مثلا يعني غير مؤمنين خارجون، زي ابن نوح، قال: لا ينال عهدي الظالمين. بهذا القيد يبقى معناها ما عدا الظالمين يبقوا ايه؟ انبياء.
إلا إذا ختمت النبوة خلاص. يعني هذا إيه عام ولكنه مقيد بقوله تعالى قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يبقى غير الظالمين داخلون ولا مش داخلون؟ عهد كده. أما سيدنا نوح قال له كده قال إنه ليس من أهلك. خلص. ما قلناها أنت كنت مشغول. كما برضه من رجالكم فمنهم من القوة الروحية مثبتة له الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم باعتباره كان أفضل من كده. طب احنا عشان كده لم يقل من قال من رجالكم والخطاب لإيه؟ يعني لا 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 يقتصر على زمنه أو على الصحابة فقط، على المخاطبين وفيهم من هو للدنيا وليس من رجال الآخرة، أو عاصي ليس من رجال الله. إنما إنه البنوة الحقيقية لا تنفي النسب العاق. يعني لو كان له لو عاق مش هينتفي نسب العقوق، لا ينفي النسب بخلاف الكفر والردة. مولانا بتصمر انه ليس من اهلك قدروا محذوفا له ليس من اهلك الصالحين الناجين. الناجين ايوه الناجين، لان الفاحشه لم تدخل بيت نبي قط. لو نفى انه هو اب له حقيقه يعني معناها الحاق الفاحشه باهله، معناها كده لا بد ان يقدر هذا التقدير، لانه بيت النبوه ممكن يدخل الكفر، لا تدخله الفاحشة لأنها دنس وعيب. أما الكفر ده اعتقاد حرية، يعني ممكن كافر يكون شريف أشرف من مثلا، يعني ما يقبلش هذا أبدا. كانوا في الجاهلية يقولوا كذا تجوع الحرة ولا تأكل به، ما يقبلش الفاحشة ولا الدنس. إنما الكفر ده اعتقاد. مش كان فيهم سادات وأشراف؟ إنما هل تكون السيادة أو الشرف في أهل الفاحشة ولا لا؟ ما تكونش. وجمع بعضهم زوجاته اللائي مات عنهن بقوله توفي رسول الله. توفي. توفي رسول الله عن 9 نسوة. تسع. السؤال هنا يعني هنا مسح ما قلنا بنشرح الآن في إيه؟ في المراد بإيه؟ بآله. آله لسه ما رحناش للصح. بآله. فمن هم الآل؟ قلنا يختلف المقام باعتبار مقام الزكاة. ذكرنا آراء الايه المذاهب، فعند الشافعية بنو هاشم المطلق، عند المالكية بنو هاشم فقط واشترك معهم الحنابلة، عند الأحناف 5. تمام كده. مين تزوجت؟ زينب الكبرى وبنتها أمامة، كان زوجها العاص بن أبي الربيع. قرأتش السيرة يا مولانا؟ تتلخبط لي. السيدة زينب هنا غير زينب الكبرى. اسمع لك، زينب الكبرى أخت سيدنا الحسين رضي الله عنه. إذا في مقام الزكاة خلاص معروفين؟ نعم. في يعني إذا كان المقام زكاة يبقى المراد بالآل هؤلاء. طيب إذا كان المقام بقى في مقام الثناء والمدح وفي مقام الايه الدعاء اللي هو هنا، يعني هنا دعاء لأن الصلاة دعاء. لحظة واحدة يا مولانا عشان ما تكونش على الهوى المكالمة. السلام عليكم. وليه أنت ما جيتش يا مولانا؟ أنا ما جيتش الأزهر ولا ايه؟ احنا قعدنا ما جيتش يعني خالص نهارده، عشان جئت لك انا رجلين يعني صلبين شديدين. خلاص يبقى يوم الأربعاء مش كده؟ وصلنا إلى ايه؟ السؤال اللي هو الذكر الايه؟ سواء كان المقام في الزكاة أو في ايه؟
أو في الدعاء أو في المدح أو في غير ذلك. مهم يختلف الكلام عن الآل باختلاف الإيه؟ المقام. لكن هناك إيه سؤال مهم، وهو هل الأزواج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الآل ولا ما يدخلوا شيء؟ طبعا الصحيح أنه لابد لازم من دخولهن رضي الله تعالى عنهن في الآل. ليه؟ لأنه الآل ده معناه إيه؟ قرابته أو ذو نسبه. مش لما قلنا هنا بنو هاشم وبنو كذا كلهم دول إيه عبارة عن إيه؟ قرابته وعصبته، يعني أهله ذووه. لكن الأزواج ممكن أكون مثلا أنا إيه زوجة دي من آلي، يعني مثلا بنت عمي، وممكن من دولة تاني ليست من إيه؟ من الآل. يعني الآل بمعنى القرابة، تمام، وذو عصبته. يبقى بهذا المعنى البعض فهم عدم دخول الأزواج، لأنه دي حيي بنت حيي بن أخطب، ودي مثلا بنت فلان، ودي كذا. يعني منهم من هي تنتمي يعني تنتسب معه أو تلحق بالنسب، ومنهم من هو. لكن النكتة أو السر في أن دخول الأزواج في الآل ده قطعي. ليه؟ لأن اتصالهن به صلى الله عليه وسلم غير مرتفع. يعني مثلا أنت ممكن لو امرأة عادية يرتفع الاتصال أو ينتفي الاتصال بينك وبينها بالطلاق، أما هؤلاء لا ينقطع اتصالهن به صلى الله عليه وسلم لأنهن متصلات به في حياته وبعد مماته، فلا يجوز لغيره أن ينكحهن. يبقى هنا الصلة إيه؟ وثيقة. يبقى محرمات على غيره ها؟ بعد إيه؟ بعد انتقاله. أفرض امرأة، يعني مثلا في القرآن بيقول كده إيه؟ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. وهنا بعض العلماء قال من بعده، يعني قيد أنه لا يجوز نكاح امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ومات عنها، لكن لو طلقها في حياته هل يجوز لغيره أن يتزوجها؟ برضه لا، يعني من بعده مش من بعد حياته، من بعد زواجه. طالما تزوجها والتصقت به خلاص بقت يعني لصيقة الصلة به، يبقى مش حيرتفع ايه؟ ها؟ خد بالك من الأمر ده، مش حترتفع الصلة. فلهذا السبب اللي هو عدم ارتفاع الصلة قام مقام النسب. مش قلنا الآل يعني عبارة عن نسب؟ طيب منين جالهم النسب؟ ما هو النسب أنا مش ممكن أنت حتغير أبوك أو حاجة، مش حتتغير ثابتة. هل تستطيع تغير في نسبك؟ مش ممكن، حتى لو كنت ابن جني هي مش يعني النسب ده أمر مش ممكن تغييره. يعني أنت مثلا ممكن مثلا تغير مثلا محل إقامتك، مش كده؟ وممكن تغير اسمك، تمام؟ لكن مثلا محل الميلاد ده ما يتغيرش. انت تولد كم مرة؟ اذا ولدت في مكان كيف تغيره؟ مش هيتغير الا اذا عاد الحمل تاني وتروح ومش هيحصل. يبقى معناها الامور النسبية دي ابنك اللي هي لصيقة بالانسان لا يمكن تغييرها. فلما كانت صلتهن اي الازواج به صلى الله عليه وسلم قائمة وملتصقة ولا تنتفي عنهن سواء في حياته او ايه، واحنا قلنا كده الجمهور على انه ما يجوزش زواج امرأة طلقها في حياته، خلاص كده، ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. يبقى معنى هذا السبب لو شدة الالتصاق وعدم انفصال نزل منزلة ليه النسب. وحتى في نص اللي هي أم سلمة قالت وأزواج قال إيه أنت لا وفي وإن أزواجه من أهل بيت، نص كده وإن أزواجه من أهل إيه. ويكفي إنه السياق اللي في القرآن الكريم جاء في ذكر الأزواج لما يريد الله قبل وذكرنا وكذا كله لما يريد الله الوذب عنكم الرجزة. يبقى هنا عرفنا انه دخول الازواج في ايه؟
في الآل خلاص، وإن كان ما فيش نسب لكن هذا السبب الذي ذكرناه قام أو نزل منزلة الإيه النسب. ده بالنسبة لمقام إيه الزكاة. وجمع الأزواج كم زوجة هنا؟ 9 مش كده؟ اللي توفي عنهن 9، لكن اللي تزوجهن 11 أو 13 أو 14 في يعني كلام، إنما اللي توفي عنهن 9. نعم يلا اقرأ. بالنسبة للصدقة مش الزكاة. نعم بالنسبة للصدقة والصدقة أيضا الصدقة زي الزكاة، لا يدفع عليهم الزكاة ولا الصدقة، لأن الله تعالى سمى الزكاة صدقة، هو الآية اللي بتقسم فيها الزكاة مش كده، إنما الصدقات خذ من أموالهم صدقة، فهي الصدقة والزكاة. لكن بعضهم استثنى الصدقات العامة، يعني واحد مثلا عامل كل دير كده صدقة، واحد من أهل البيت يشرب منه ما عام دي الصدقات العامة مثلا يعني إيوة. لا دي جائزة الصدقات العامة، لما واحد يدي له حاجة خاصة لا، فالعموم يشترك مع إيه، وهذا مستثنى، وإلا معنى كده لو عطش ولقي مثلا مزارات حيموت لا يشرب. نعم أهل البيت. نعم حكمة ايه؟ ما هو الحديث والنص قال انما هي ايه اوساخ او اوساخ الناس، وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، حاجة خاصة كده، لان الله تعالى نزههم وفرض لهم حاجة ثانية خاصة للخمس. اما خمسة وبعضهم قال يجوز ان هم يعضوا البعض، يعني ما ياخذوش من حد غريب لكن يعضوا البعض، فين ما بياخذوش، عشان كده بعض الناس قال لاجل انهم لا ياخذون حقهم في الغنائم او كذا، وهل يتركون يموتون جوعا، فاجاز اخذ الايه الزكاه بالنسبه لهم، لكن الجمهور لا، الجمهور لا يمنع، أجاز أجاز أجاز، لأنه بسبب ما فيش مش بياخذ، ده هم أولى، قال لك يعني إذا كان يوجد إنسان من أهل البيت وإنسان غيره أولى إنك تعطيله، لإيه؟ لأنه حيبقى فيها مودة ولا يعني فيها زيادة عن إسقاط الحق المالي، فيها إيه مودة لقرابة الرسول، يعني هم يعتبروا أولى، بعضهم قال كده، ولكن نصه يعني ما فيش اي حاجه تلغي النص ده، الا نص ثاني يعني ما فيش، لا تحل لمحمد ولا لايه لآل محمد. قل توفي رسول الله عن 9 نسوة اليهن تعزى المكرمات وتنسب، اليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب، وجريرة مع رملة ثم سودة، 3 و6 نظمهن مهذب، يعني 3 و6 9 حاجة تكمل البيت كده، 3 و6. وأما في مقام المدح والثناء الوارد في الكتاب والسنة فأقاربه يعني في مقام الثناء عليه الصلاة والسلام والمدح، ومعناها المراد بإيه؟ الأقارب بآل بيته يعني أقاربه، خلاص؟ لكن من هم أقاربه؟ هل القرابة النسبية ولا السببية؟ بعضهم أدخل قال يعني أقاربه أو آله، كل ما إيه كل مؤمن تقي، تقي يعني خاص مين؟ الأتقياء، ده في مقام الإيه الثناء والمدح. أما في مقام الدعاء كل مؤمن ولو كان عاصيا، لأنه العاصي أحوج إلى الدعاء من غيره، ده انت تدعي للعاصي يعني هو اشد حاجة الى الدعاء، اما في مقام المدح نطلع العاصي. قال لما نمدح ونثني ما ينفعش، لان الثناء عليه يعتبر ثناء على معصيته، فعشان كده في مقام المدح يختلف عن مقام الايه مقام الدعاء. يبقى في مقام المدح اقاربه او ايه كل مؤمن تقي،
في مقام الدعاء أتقياء أمته أو كل مؤمن ولو كان عاصيا، لأن العاصي أشد احتياجا إلى الدعاء من غيره. ولذلك نقل ابن عابدين ونقل أيضا الطحطاوي في مراقي الفلاح بيقول يجب كده احترام آل البيت، يعني المنتسبون إلى البيت النبوي، ولو كان أحدهم عاصيا أو منافقا أو ضالا مثلا أو فاسقا. ليه؟ قال لأن فرع الشجرة منها ولو مال. يا سلام، مدد يعني الفرع داخل ولو حصل ميل أو انحراف. لأنه مثلا أنت لك ابن وعاق وعاصي، هل تتبرأ منه؟ لا محسوب عليك ابنك، لكن في حالة الارتداد والكفر لا. بنص القرآن بالنسبة لسيدنا نوح ليس من أهلك، يعني نفى بنوك. لكن المعصية إذا لم تصل إلى حد الردة والكفر، لأنه من آل البيت فيهم اللي ارتد وفيهم اللي كفر وفيهم الكذاب وفيهم المنافق، فكثير حصل يعني أشياء كثيرة. وبعدين الشيخ الغماري الكتاب اللي رفع الارتياب كده عن تحريم نساء آل الكتاب، ذكر انه عن ابن عجيبة تقريبا في بلاد المغرب لما حصل الهجرة الى الاندلس والامور اللي حصل في ايام اسبانيا وطرد المسلمين، تزوج آل البيت هناك من المغاربة من الفرنسيات ومن اوروبا وكذا، فكان يقول كده سيكون في ذريتنا نصارى مش مسلمين من آل البيت. ليه حصل كيف ذلك؟ تزوج الاشراف دول منين؟ من اسبانيا. وايه اللي حصل لما حصل القتل والتشريد المسلمين؟ خطفوا الايه الابناء والنساء ودوهم الايه الكنائس ونصروهم وعمدوهم، وهم في الاصل اولاد مين؟ اولاد الاشراف. فيبقى هنا الفسق او العصيان ما ينفيش الايه الثناء او الدعاء لهم او المدح. مولانا مولانا الشيخ النبهاني بيقول ان خصائص البيت ان الانسان منهم اذا وقع في المعصيه وحتى فسقا لا يموت الا اذا تيب عليه. هل هذا الكلام هذه الخاتمة يعني متعلقة بإيه؟ باختيار الله سبحانه. ما نتكلم على ما على الحال وليس على المآل، أن هذا ليس إلينا إذا وصفناه بالفسق أو الضلال باعتبار ما كان وليس باعتبار شأنه عند الله، لأن هذا مغيب. والشيخ النبهاني مش اللي يقول النبهاني أخذ هذا من قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، وقال ما تعلقت به إرادة الله تعالى لابد من وقوعه، فلا يموت منهم أحد إلا على حسن الخاتمة. قال هذا، لكن هذا اجتهاد وفهم منه الآية، لأن الإرادة هنا هل هي الإرادة بمعنى الأمر ولا الإرادة بمعنى التخصيص؟ لو كانت معنى خلاص معناها زيهم زي إيه يعني ما نقدرش نحكم، ليس له فيها دليل. لما يريد الله زي مثلا يريد الله بكم اليسر، ومع انك النكد اللي انت فيه العسر والكرب، امال فين يريد الله؟ يعني معناه ربنا يامركم انكم تيسروا، مش الاراده، والا كان ما فيش عسر ابدا. يبقى كيف العسر لا يريده الله تعالى؟ يبقى الاراده هنا اتحدت مع الامر، يبقى معنى كده انه يفسر الاراده هنا بمعنى الامر ولا تفسر بمعنى التخصيص، والا معنى كده كيف يقع شيء في كون الله لم تتعلق به الإرادة؟ ده هنرجع نلخبط تاني في المسائل اللي قلناها. فهنا يريد زي ايه؟ يريد الله ليبين لكم مثلا، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله ايه تاني في أي وضع؟ والله يريد أن يتوب ويريد الشيطان، ومع ذلك الشيطان اللي هنا ايه بيغوي، يبقى معناها غلبت إرادة الشيطان؟ لا، يبقى معناها الإرادة هنا بمعنى الأمر، يعني كان ربنا يأمركم بأنكم تتوبوا والشيطان يأمركم بالعكس وأنتم بتتبعوا أمر الشيطان. فليست الإرادة بمعنى إيه؟ بمعنى التخصيص، ولكنها بمعنى الأمر. لكن الشيخ سيدنا الشيخ فهم منها إيه؟ أنه ده تخصيص أزلي، يبقى معناها لا يمكن واحد يموت فيهم على الكفر ولا على النفاق، لازم كلهم يكونوا إيه؟
يعني اصطفاهم الله واختارهم، وهذا بخلاف الواقع. وهذا بخلاف الواقع. عشان كده قلنا المسائل الغيبية اللي هي عند الله، حالهم عند الله لا ندري، الله أعلم، لكن نظن ونرجو الخير. إنما لا نقطع به، ولا حنبقى زي الشيعة نقول بعصمة آل بيت، والكلام ده حيودينا حيجرنا على طول من حيث لا نشعر إلى كلام الشيعة، فحندخل من مشكلة، حنروح مش كد إيران إحنا كده. وأما في مقام الدعاء فأنبياء أمته، مين؟ الحفظ ما مو أي الولي الصالح حفظ، لكن هل هذا الحفظ يمنع إنه يموت من ارتكاب؟ لا ما يمنع، الحفظ غير العصمة، حفظ يعني توفيق يعني رعاية، لكن ما يمنعش. وأما في مقام الدعاء فأتقياء أمته، إما بتقوى الشرك بالإيمان، وإما بتقوى المعاصي. والأحسن نقوله في مقام الدعاء كل إيه؟ كل مؤمن به، من خصاج بالتقي. يعني طالما أنت حتدعو لآل محمد يبقى تدعو للتقي وغير التقي. نعم. يعني ما تخصهاش بالتقي. نعم. وإما بتقوى الأغيار بالتوجه للواحد القهار، وهذا مقام خواص الخواص كالأنبياء والكمل من غيرهم رضي الله عنهم. يبقى الخلاصة، خلاصة الكلام عشان إيه نخلص الكلام في الآل. الخلاصة إطلاق لفظ الآل، إطلاق لفظ الآل على الذين حرمت عليهم الصدقة. قلنا الصدقة عشان ما حدش يشتبه عليه يقول لك الزكاة ولا الصدقة. من بني هاشم وبني المطلب أو الذرية والأزواج خاصة. خلاص كده؟ على أن الآل، خد بالك، الآل والأهل سواء. إيه الفرق بين آل وبين أهل؟ أن الآل لا تضاف إلى المذكر العاقل ذو شرف. يعني تضاف إلى الذكور العقلاء لمن كان له شرف، فلا يقال آل مكة عشان انتفاء ليه الشرط ليه العقل، فلازم تضاف إلى مذكر عاقل. اللهم صل على وآل محمد وآل إبراهيم. ولا يقال آل فاطمة لأنها أنثى، ولا آل الإيه ولا الإسكافي مثلا، ولا آل الشيطان. أمال لما ذكر في القرآن آل فرعون؟ قال لأنه له شرف عند قومه. يعني في شرف بس مش عندنا، احنا عنده أهله. هذا الفرق بين آل وأهل. ولكن الآل دي أصلها في اللغة إيه؟ من يقول أصلها الهمزة دي، بعضهم قال أصلها واو تبقى إيه أول زي جمل، وبعضهم قال أصلها الألف دي، ما هم في عندك آل مادة كده، الألف دي مبدلة عن همزة أو عن واو أو عن هاء، وقد قال بعض الناس من واو، يبقى أصلها أهل، يبقى مبدلة إيه وقلبت الهاء همزة وأبدلت الهمزة ألفا بقيت آل، أها أصلها كده. أو أصلها أول، انفتحت تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا بقيت آل، أو الهم يعني على أي حال هي أصلها إيه، ينفع تكون أهل، ينفع تكون أول، وينفع تكون أقل همزتين، وموجود الثلاثة ذل الشاذ. فإبداله من همزة هاء نصلها، يعني أصل الهمزة دي هاء. جمع الاثنين. وقد قال بعض الناس والإمام الكسائي من واو نبدلة، يعني مبدلة عن واو. يبقى إذن الآل هم الإيه؟ هم الأهل سواء، إنما الفرق بينها في الإيه؟ في الإضافة. يعني الأهل يقال أهل مكة، لأنه إنما آل لا تضاف إلا إلى مذكر عاقل له شرف. ده من الجهة البلاغية يا مولانا. من الجهة البلاغية، لكن المعنى إيه؟ الآل هم مين؟ هم الإيه؟ هم الأهل. كما يطلق على أتباعه إلى يوم القيامة. يعني في كم إطلاق؟ إطلاق على في مقام الصدقة عرفنا. نعم. ويطلق على أتباعه إلى يوم القيامة، كما يطلق على خواص الأتباع لما الأتقياء. خلاص كده؟ نعم. ولذلك قال العجلوني، الشيخ العجلوني اللي كتاب اسمه كشف الخفع ومزيل الإلباس، قال لا شك أن من صحت نسبته إليه صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان نسب صحيح
فهو من آله قطعا، وإن لم يكن تقيا حيث كان مؤمنا، لأن العقوق لا يقطع النسب. لكلام مين؟ يعني قال إذا صح النسب يبقى أنت كده من الآل، حتى وإن كان عاصيا أو فاسقا، لأنه العقوق ما يقطعش ليه النسب. يعني هل لما واحد يكون ابن عاق ويموت بيرث ولا ما يرثوش؟ لكن في موانع للإرث، زي الاختلاف الديني، الدين يمنع والقتل يمنع، أربع موانع. كم في الرابع؟ يمكن اختلاف الدار ده اللي هو اختلاف في اختلاف ال اختلاف الدين. انا عاوز اركز، اختلاف الدين يمنع والقتل يمنع، يعني معناها العقوق ده ما لم يصل الى القتل ما يمنع بالنسبه للميراث. يعني هذا دليل قوي على انه لا ينفى عن العصاة. يعني بعض الناس مثلا يعمل ايه؟ يذم الاشراف او يقع فيهم لما يرى من افعال بعضهم من فاحشه او زنا او ضلال او كذا، او في خاصه في السياسه او كذا، يروح يعمم يقول لك بلا قال بيت كده كلهم كذا، ينظر الى افعال بعض الناس فياتي بالعموم. ده الخطا. قلنا هذه المعاصي وما صدر عنهم ما لم يصل الى الكفر لا ينفى عنهم الايه؟ الاحترام او الشرف او النسبه، ما تنفيش. يعني انت وما يدريك انه ممكن يصلح الله تعالى حاله او يتوب او الى كذا، والعبره بالايه؟ بالخواتيم، بما يختم له. وعلى الاقل هذا من ال رسول او من ذريته، فيجب احترامه على اي حال، الا في الحال اللي هو يخرج به من المله، لان نفسه مش هيرضى في الحاله دي. ولكن لا نذكره بتجريح او بكذا، يمكن يكون ده في اذيه لمين؟ لرسول الله. زي موضوع ايه؟ ابي لهب، لا تؤذوني في اهلي. يعني معناها ما فيش في القران، يعني القران الا السوره اللي تتعمد، لما الا اذا جاءت كده بالترتيب، ما انما ما تتعمدش ايه؟ القراءه بها. بعض الناس راى ذلك. لكن لو جات على لسانك او مش حافظ غيرها خلاص. يعني اللي خلاك حفظت هذه قل والله واحد، قل والله احد جنبها اسهل او احسن. انما هي الامور بالمقاصد. يعني لا نظن في احد انه بيقراها عشان مثلا يعرض بقرابه النبي، لا نظن في. يعني هو الناس طبعا ممكن يعني يكون مثلا يقصد بها ايه؟ عاوز يذكرك مثلا، فلينظر الانسان الى طعامه، او عاوز يجيب في الاخر اولئك هم الكفر، ما فيش في باله. يعني المعاني او المقاصد هي اللي عليها ايه؟ يلا. لكن كده الابوين خارجين عن الايه. نعم؟ الابوين. اه طبعا. نعلم موضوع ثاني. قوله وصحبه اسم جمع لصاحب، وجمعه اصحاب، وعطفه على الآل من عطف الخاص على يعني العالم. هنا الكلام حيبقى في ايه دلوقتي؟ في الصحابي. نعم. والصحابي طبعا ايه؟ اخص من كلمة ايه؟ لا، صحابي اخص من كلمة اصحاب او من كلمة ايه؟ صاحب. لانه صاحب دي تطلق على انما صحابي دي زي كأنه وصف احدث في الاسلام، يعني وصف خاص باصحاب رسول الله. اما صاحب او اصحاب ده يشمل ايه؟ من صاحب اي احد. لما عندما تسمع صحابي بهذا اللفظ ايه؟ مقصور على الذين صاحبوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف ايه؟ اصحاب او ايه؟ صاحب او غيره. ايه الفرق بين اصحاب وبين صحابه؟ صحابه ده لفظ محدث في الاسلام. ليه؟ لاطلاقه على اصحاب، على من صاحب رسول الله. اما عندما نقول اصحاب، يبقى اصحاب مثلا ألم ترى كيف أرق بأصحاب الفيل مثلا، أصحاب، ولم يقل بصحابة الفيل. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب، عامة، إنما صحابة يعتبر إيه؟ خاص. بس ده الفرق. نعم. والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال هنا وآله وصحبه، يعني عطف إيه على إيه؟ عطف الصحابة على الآل، ده اسمه عطف الإيه؟ عطف الصحابة أعم، لأنه الآل أخص.
من عطف القائل. لا خاص خاص من قائل ممكن خاص والقائل، فهنا يعتبر صحابة خاص والآل عام. ليه؟ لأنه الآل قلنا يشمل كل من آمن به وإلى يوم القيامة، يبقى الصحابة الذين خاص باعتباراته. والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا. خذ بالك من تعريف الصحابي عشان مهم، زي ما عرفنا الآل نعرف مين الصحابي. يبقى ما قلنا تعريف الصاحب، الصحابي يبقى معناها خاص على مين؟ لو قلنا صاحب أصحاب الجنة، أصحاب الفيل، أصحاب الحمار، أصحاب الكذا، إنما هنا إيه؟ الصحابي. هنعرف مين؟ مش الصاحب، الصحابي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به في عمره ولو مرة لقيا متعارفا. لقيه إيه؟ لقيا. متعارفا. لقيا متعارفا ولو كان وقت الملاقاة صغيرا ومات على ذلك. ولو كان إيه؟ فين ذي؟ لا لا، ولو كان وقته. ولو كان من لقيه يعني وقت الملاقاة صغيرا وإيه؟ خد بالك من دقة التعريف، ومات على ذلك. مش مهم في الفتحة، المهم في المعنى، لما المعنى حيبان النص. مش خبر كان ولو ومات. خد تاني، يعني عاوزين نعرف تعريف دقيق. يعني زي ما يقول سيدنا الإمام ابن حجر رضي الله عنه في فتح الباري بيقول إيه؟ بيقول ما وقفت على تعريف في الصحابي أصح من إيه؟ من ذلك. بيقول يعني أصح ما وقفت عليه. جابوا في كلمتين بس بدون تفصيل، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. شوف تعريف بسيطة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على، ده تعريف صغير ما لقيتش أصح منه. لكن كونه أصح ما ينفيش إيه عن غيره، أنه أدق أو أجمل أو أشمل. فشوف التعريف الثاني اللي هنا اللي ذكره سيدنا الشيخ الصاوي، بيقول ايه؟ بيقول من لقي. في بعض التعريفات ما يجيبش كلمة لقي، يقول لك اجتمع. وفي بعض يقول لك من رأى. يعني ايه الفرق بين ذكر الايه؟ الرؤية والاجتماع واللقاء. الرؤية والاجتماع. شوف كده من لقي، خلينا كده مع من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به في عمره ولو مرة، لقيا متعارفا ولو كان وقت الملاقاة صغيرا، يعني ايه؟ طفل يعني لا يميز يعني، ومات على ذلك، ولو من الجن والملائكة، لأن اللقاء غير قاصر على البشر، ممكن يلتقي بالجن. وإذ صرفنا إليك نفرا والملائكة، والتقى مع جبريل ومع الملائكة والأنبياء، لسه والأنبياء، شوف كده، في حال الحياة. شفت كده القيود دي؟ وحجيب لك أنا إيه التعريف الإيه الثاني اللي تجده إيه أشمل شوية. ده تعريف الإمام اللي ذكره سيدنا الشيخ الصاوي. وقلنا التعريف اللي ذكره مين؟ الإمام ابن حجر. التعريف الآخر اللي هو شامل شوية ومفصل، يعني الصحابي هو من اجتمع، بدل لقي ايه اجتمع. هنقول ايه الفرق بين اللقاء والاجتماع؟ من اجتمع بنبينا صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعد البعثة. خد بالك هنا في ايه؟ في حاجات جديدة، في قيدة. لقي يعني او اجتمع، مش مشكلة، هنفرق. اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. شوف ما قالش بالنبي عشان ما يدخلش اي نبي، قال بنبينا، تمام؟ مؤمنا به يعني في حال الاجتماع كان مؤمن، بعد البعثة ده قيد، حال حياته قيد ثاني، يقظة، ما ممكن يجيبوه نايم. يبقى شوف اجتمع بنبينا مؤمنا به بعد البعث، يعني معناه مش هيجتمع به قبل النبوة، بعد ما بعث يعني، حال حياته، حياة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يقظة،
في محل التعارف، خد بالك من القيود دي. وهي المقصود هنا، هنا فاكر في لما الشيخ الصاوي قال ايه؟ لا لقيا متعارفا، ايه اللي هو المقصود؟ المقصود انه محل التعارف يعني يكون في الارض مش في السماء، او في مش محل التعارف، يعني عاوز اقول لك في محل التعارف يعني على وجه الارض. واضح كده؟ قلنا الاول كام قيد دلوقتي؟ خليك صاحب. من اجتمع بنبينا صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعد الايه؟ البعث. الايمان قيد برضه. حال حياته يقظة في محل التعارف، يعني المقصود في محل التعارف يعني في الارض على وجه الارض. وان لم يره، اها، يعني ممكن يكون اجتمع به وما شافش النبي، قال لك زي عبد الله ابن ام مكتوم معدود في الصحابه قطعا، لكنه لم يرى النبي بسبب العمى، لكن راه النبي صلى الله عليه وسلم. واحيانا يكون النبي نفسه ما يشوفوش ويبقى من الصحابه، لانه ثبت اجتماع زي اللي حضروا معاه في حجه الوداع، كانوا اكثر من 100,000 كلهم راوه لكن لم يرهم هو جميعا. انه انت بتخطب الجمعه مثلا بيصلوا وراك 10,000، تشوف اثنين لكن مش هتستطيع ايه رؤيه كل واحد، فيبقى. وممكن يكون هم بيصلوا في مكان ورا عمود، ورا مكان كيف، الاخر ما يشوفوك، يبقى انت لا شفته ولا هو شافك، ومع ذلك يقول لك انا اجتمعت معك في الجمعه. يبقى ممكن يكون عدم الرؤيه بسبب مانع، يعني كان ورا حائط او كان اعمى او لم يصل اليه مع شده الايه؟ الزحام. ممكن، يعني مش شرط الايه؟ الرؤيه، انما الشرط هو ايه؟ هو الاجتماع او اللقاء. وإن لم يره أو يروي عنه شيئا، ده مرواش، يعني من باب أولى مرآش، يبقى من باب أولى مرواش إذا كان ما شاء. وإن لم يره أو لم يروي عنه شيئا أو لم يميز، يعني لسه رضيع مثلا أو سنتين أو غير مميز 5 سنين. طيب تعالى كده خلصنا كده لحد وإن لم يميز على الإيه؟ على الصحيح. يعني في بعض اشترط إنه في الاجتماع ده يكون في إيه؟ في تمييز، لكن الصحيح إنه التمييز ده ليس شرطًا. طيب تعالى كده نمسك حاجة واحدة. التعبير باللقاء دون الاجتماع ما فائدته؟ اللي عبر باللقاء دون الاجتماع مشعر بإيه؟ بدخول من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه، ومن لم يروي، ومن غزا، ومن لم يغزو، ومن رآه دون مجالسة، لأنه لا يقال اللي هو التقى به، لا يقال اجتمع اذا لم يجالسه، ففي واحد يرى دون ايه؟ دون مجالسة. او لم يره لعارف كما ذكرنا عن سيدنا مين؟ عبد الله بن ام مكتوم. اهدي فائدة التعبير بايه؟ باللقاء دون الايه؟ طيب ايه فائدة التعبير بالاجتماع دون اللقاء؟ عكس السؤال. فائدة التعبير أو يشعر التعبير بالاجتماع لمن اعتمد اشتراط الاتصاف بالتمييز فلا يدخل من دونه. يبقى الذي قال اجتمع كأنه شرط الايه؟ التمييز. والذي قال اللقاء دون الاجتماع كأنه لم يشترط التمييز، لأنه ممكن أنا لقيت طفلا لكن لا يقال ايه؟ اجتمع بي أو اجتمع معي، فيثبت اللقاء وينتفي الايه؟ الاجتماع. يبقى ده ليه قصد اللي هو عبر باللقاء، واللي عبر بالاجتماع له ايه؟ قصد آخر. تعالى بعد كده ايه؟ هات بعد ما اجتمع ايه القيد اللي بعدها؟ ها؟ بنبينا. لا ما خلاص معروف، ها؟ ده مش قيد، ده أصل ده. مؤمنا، خد بالك.
يبقى هنا يدخل بقيد الإيمان. القيد ده في حيدخل بيه، ما هو القيد هيدخل شيء وهيخرج شيء. القيد خد بالك، يبقى القيد مش مانع فقط، ده القيد يعني معناها إذا وجد يدخل إيه وإذا انتفى. يدخل إيه؟ لا مش حي... مش هيخرج بده، هيجي لك اهو. شوف كده هنا مؤمنا، يبقى القيد بتاع الإيمان إيه اللي هيحصل بيه؟ يدخل به كل مكلف من الجن والإنس. يبقى بقيد الإيمان دخل الجن ودخل الإيه؟ كما دخل الإيه؟ الإنس، لأن الجن منهم إيه؟ الآمن، يعني يقصد الجن الإيه؟ المؤمن. هذا بقيد إيه؟ ده. كما يخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا. يبقى بقيد الإيمان حيخرج إيه؟ من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك. يعني إذا واحد لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا به، يبقى لا يدخل في الإيه؟ حتى لو آمن بعد ذلك. يعني حتى لو آمن بعد كده ما يعدش في الصحابة، إلا إذا راح للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به في حال حياته. إنما لو أسلم بعد وفاته خلاص راحت عليه. يبقى يعني معناها كده لو آمن يبقى معناها يجب عليه الإيه؟ الاجتماع واللقاء، يبقى ما ينفعش اللي كان في كفره لا يعتد به. يبقى لو آمن وراح للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته خلاص، يبقى معناه اعتبر اللقاء الجديد اللي هو بعد الإيمان، اللقاء القديم ده ملوش لازمة، ملوش لازمة. يبقى إذن بقيد الإيمان، إيه اللي حصل؟ دخل الجن والإنس اللي هم آمنوا، كما خرج من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك. الشرط اللي بعده إيه؟ بعد البعثة. أفرض اللي هم قابلوه صلى الله عليه وسلم من مؤمني أهل الكتاب وآمنوا به، أو قالوا له أنت ستبعث وستكون نبيا وإحنا آمنا بك من الآن، زي مثلا ورقة بن أو مؤمني أهل الكتاب، في ناس بشروا به من أهل الكتاب، بل قالوا له إنك حتبعث نبي وأعلنوا إيمانهم به، وزي اللي هو تبع الحمير اللي هو بنى وكنت نبيا له وابن عم. يبقى معنى هذا اللي هم، شوف كده وجد شرط الإيمان لكن كان لقاؤهم به قبل الإيه؟ قبل البعثة. والقيد بعد البعثة أدخل من آمن به بعد البعثة وأخرج من آمن به قبل البعثة. يبقى هذا القيد اللي هو بعد البعثة يخرج من آمن به من وصف الصحبة قبل البعثة على الايه؟ على التحقيق. لكن في ناس نازعت في كده وحاولوا بالعافيه ايه يثبتوا. ماشي، المهم ده المشهور يدخلوا على تعريف الامام الصوفي يدخلوا. ماشي، بس لسه بعد كده ايه؟ على حياته، على حياته. يبقى الاول قلنا ايه؟ عرفنا الشرط اللي هو بعد الايه؟ بعد البعثه. بعد البعثه. نعم. بعدين على حياته. حال حياته يقظة. يبقى خليك كده معي. بعد كده اللي هو مؤمنا به، لسه في كلمة في القيد بتاع الإيمان. القيد بتاع الإيمان ده قلنا لو لقيه واحد كافر وبعد كده آمن ما ينفعوش، إلا إذا إيه؟ إذا لقيه تاني. يبقى معناه كده لقيه مؤمنا ولم يعتبر اللقاء الإيه؟ الأول. طب أفرض لقيه واحد، لقيه مؤمنا به ثم ارتد، عكس اللي كان كافر وأسلم، إنما ده كان مؤمن وكفر. حصل مش ما حصلش؟ يعني في بعض الناس آمنوا به صلى الله عليه وسلم وبعد إيمانه مرتدوا ومات على ردته. يبقى إذن بهذه خرج عن الصحبة قطعا، مش ممكن. لكن لو إيه؟ لو عاد الإسلام، هنا الكلام هنا. يبقى اللي هو مات على الردة خارج عن الصحبة قطعا، زي مين؟
هم عدد يسير زي عبيد الله بن جحش. عارفين عبيد الله بن جحش ده اللي هو كان متزوج أمنا أم المؤمنين أم حبيبة، كان زوجها، ولما راح الحبشة راح تنصر فأبدلها الله تعالى، تزوجت مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بقت أم المؤمنين، وزوجها عبيد الله بن جحش تنصر. طيب يبقى إذن هذا الشرط اللي هو مؤمنا به فائدته إيه؟ قالوا ليست فائدته إثبات الصحبة وإنما دوامها. دوامها يعني هذا الشرط اللي هو مؤمنا به لدوام الصحبة لا لأصلها، يعني معناها لا يدوم أو لا يكون له وصف الصحبة دائم إلا إذا مات على الإيه؟ على الإيمان. هذا الشرط مفيد في إيه؟ في دوام الصحبة لا في أصل الإيه؟ الصحبة. السؤال هنا المهم، واحد ارتد أو كفر ثم عاد إلى الإيمان زي مين؟ واحد فعلا حصلت منه الردة اللي هو عبد الله بن أبي سرح ده، يعني مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان من كتاب الوحي، جاء عند الايه ولقد خلقنا الانسان من سلالة ثم ايه لحد ثم انشأناه خلقا اخر، لسه النبي صلى الله عليه وسلم لم يمله فتبارك الله، فراح ايه قالها من نفسه لما سمع الوصف العجيب، راح نطق بها، انطقه الله، قال فتبارك الله احسن، بعد قبل ان ايه يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب فهكذا انزلت الجملة اللي انت قلت هذه هي فعلا نزلت اكتبها، فراح قال كذا اذا كان محمد يوحى الي فانا يوحى الي، وبعدين ارتد ولكنه عاد الى الاسلام رجع ثانية، فهل تعود له الصحبة؟ هنا اختلفوا، قالوا تعود له الصحبة مجردة عن الثواب بس كده اسم الصحابي، لكن أجر ومنزل الصحابي لا، تعود له الصحبة مجردة عن إيه؟ الثواب. عن الثواب عند مين؟ عند الشافعية. الشافعية قالوا تعود يعني وصف الصحبة يعود للصحابي الذي ارتد ورجع إلى الإسلام، يرجع له وصف الصحبة عند الشافعية لكن مجردة عن الثواب، يعني ياخذ اللقب والاسم لكن الاجر والثواب لا. والمالكيه كانوا اشد، قالوا لا تعود، مش لعبه، مش حترجع اصلا، يعني شرط المداومه على الايمان. عند المالكيه قالوا لو ارتد يرجع الايمان لكن ما ترجعش ليه؟ لانها منزله عظيمه، ده ربنا اختارهم، ومش معقول حيختار ناس مترددين مره يرجعوا مره، فده منفي عن ايه؟ عن المالكيه كانوا شداد، قالوا لا ما ترجعش. فين؟ ما هو اللي ارتدوا ما اجتمعوش به بعديه، بعده في حال حياتي كانوا مؤمنين، لكن الردة دي جت بعدين، جت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ايه فائدة عود الايه الصحبة؟ ايه ورجع الى الايمان وامن، لكن ايه ما فائدة ان يرجع اليه وصف الصحابي؟ قالوا فائدتها في حاجتين، فائدتها في التسمية، يعني هنعده في الصحابة هنروى عنه على انه صحابي، يعني فائدتها في الايه في التسمية انه حيعود اليه اسم الايه او وصف الصحبة. والفائدة الثانية في الكفاءة، يعني حيكون كفء لبنت صحابي، ما يقولوش انك انت مش صحابي وده صحابي، هيبقى في كفاءة بينه وبين ايه بنت صحابي، يبقى حيكون كفء ايه ليها. هذا فائدة ايه العود في الاثنين ده. لا الصحابة كلهم عضو. لا بعدين ايه اللي بعده؟ يقظة حال حياتك يقظة. لا عندك بعد كده في قيد هنا او لم يميز على الصحيح، عدم التمييز ده، يعني هل يشترط التمييز عند الاجتماع ان يكون مميزا يعني مدركا يعرف ان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لا يشترط التمييز؟ يعني لو طفل رضيع مثلا وحنكه رسول صلى الله عليه وسلم
واجتمع به، هل يعد هذا الطفل في الصحابة ولا لازم يكون اللي اجتمع به صلى الله عليه وسلم كان حال اجتماعه مميزا؟ يبقى هنا بقيد أو لم يميز حيدخل الأطفال في الصحابة الذين التقى أو اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن موضوع التمييز ده يعني مميز أو غير مميز، مدرك أو غير مدرك، حيدخل مين؟ الأطفال. وبعد كده حيدخل إيه؟ الملائكة الذين اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم في الأرض بناء على أنه مرسل إليهم إرسال تشريف لا إرسال تكليف، لأنه التكليف ده يشترط فيه الإيه بالنسبة للتمييز والعقل وكذا، أما الملائكة مكلفون بأصل الخلقة فمش داخل الشرط ده معاهم ابتداء بخلاف الإيه الأطفال. يبقى إذن كلمة مميز يبقى ده طارئ عليه لأنه كان لم يكن مميزا، أما الملك بحكم إيه خلقته. يبقى الملائكة اللي اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم بحكم أنه مرسل إليهم إرسال تشريف داخلون في إيه في الصحبة. ولذلك قال ابن حجر قال كده في دخول الملائكة في وصف الصحابة نظر، يعني في كلام وفي إيه أخذ ورد، ده كلام ابن حجر لم يسلم به. هل يدخل في الصحبة؟ ده السؤال اللي احنا قلناه، من لقيه صلى الله عليه وسلم قبل البعث من مؤمني أهل الكتاب وآمن أنه سيبعث مثل مين؟ ورقة ابن لا مثل من أهل الكتاب مثل بحيرة الراهب. بعض الناس يقولوا إيه بحيرة غلط، بحيرة، لأنه أي الأسماء الأعجمية دي كلها لما تيجي تكتبها يهوذا بحيرة نسطورة تكتبها بالألف ما دامت أعجم مش عرب، ما تكتبش في آخرها إيه يا، إنما المرسوم في القرآن موسى وعيسى كذا رسم الإيه القرآن لا يقاس عليه، ده رسم مصحف، إنما الأسماء الأعجمية لما تيجي تكتبها ما تحطش الألف الأخيرة دي ترسمهاش يا، تكتبها بالإيه بالألف لأنها ليست مبتدأ لأنها هي كده من في لغتهم زي ما هي. يبقى بحيرة الراهب ده إيه محل نظر لأنه بحيرة آمن لأنه أنت نبي. لا وباشتراط الاجتماع في حال الحياة يكون الراجح عدم دخول من رآه، هذا شرط مهم جدا، احنا قلنا اجتمع به في ايه حياته حال الايه اليقظة. الشرط ده قال لك في حاجة غريبة هنا، بهذا الشرط ان يجتمع به في حال حياته يكون الراجح او الاولى يعني عدم دخول من رآه بعد موته وقبل أن يدفن. شوف المسألة اللي جابوها، يا ممكن واحد يجي يشوف الرسول بس بعد إيه أن قبض يراه حال موته قبل إيه قبل الدفن، فهل ده يعتبر أو شايف الرسول؟ قال لك حصل دي لمين؟ لواحد اسمه إيه أبي ذؤيب الهذلي، كان من الشعراء، لما دخل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في إيه في حال موته قبل إيه الدفن، فلا يدخل هذا في وصف الإيه الصحبة لأنه لم يره حال إيه حياته، وإن كان رآه قبل إيه. وبعد كده اللي هي في محل التعارف، يبقى من اشترط إنه يكون اللقاء في محل التعارف منع دخول مين؟ سيدنا عيسى عليه السلام في الصحابة. ومن لم يشترط اللقيا في محل التعارف أدخل مين؟ سيدنا عيسى عليه السلام، فهو المعدود أنه آخر الصحابة من البشر الظاهرين، آخر صحابي هو سيدنا عيسى، بس ده إيه على رأي مين؟ على رأي من لم يشترط المحل الإيه المتعارف اللي هو الأرض، لأنه لقيه فين؟ في السماء. الملائكة التي لقيهم في السماء اسمع قالوا بهذا الثبوت انه اللقاء مش كان في السماء بس كان في الارض في محل التعارف المعروف، هنا يبقى قطع كده يبقى خلق يبقى دخل يبقى بهذا
دخل على القولين، خرج على قول ودخل على القول الثاني. الآن دلوقتي أصبح اللقاء مش في السماء بس، اللقاء اللي هو فين؟ في الأرض، يبقى في محل التعارف الايه؟ المعروف. والله سبحانه وتعالى أعلم. كده خلص الكلام فين؟ في الصحابة. باقي حزبي، كنا عاوزين نخلص الثلاثة ما عرفناش، باقي بس كلمة واحدة في حزبي وممكن نخلصها الآن دلوقتي عشان نخلص منها. حزبي مش هتاخد دقيقتين، اقرأ كده بس بعد الأذان. آخر الصحابة يا معلم، آخر الصحابة سيدنا عيسى. الصحابة سيدنا عيسى، مش آخر الصحابة اللي هم الطفيل أبو عامر الطفيل الدوسي. مين؟ كيف آخر صحابة؟ يعني معناه ما فيش بعد صحابة؟ هو آخر واحد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعايش، عايش موجود يعني. لا، سيدنا عيسى غير الأنبياء العاديين. ليه؟ لأنه الأنبياء سيدنا عيسى التقى به حيا في حال حياته. سيدنا عيسى لم يقبض، بخلاف الأنبياء قبضوا فالتقوا به. ده موضوع ثاني. ده الحياة المقصود بها سيدنا عيسى الحياة اللي هي الحياة البشرية الأرضية، لأنه رفع إلى السماء بروحه وجسده، فعشان كده ما ينفعش تقيسه على الأنبياء كلهم، لأنه له ميزة مختلفة، لأنه لسه لم يمت الموت العادي. مين؟ هي فيها 73. فعيسى والخضر وإلياس. فين نثبت؟ معلش التواتر، فين اصل التواتر؟ ممكن تقول نص عليك ما تقدرش تقول ايوه، بس مروي عن النص الحين اكيد، لكن اصل عن سيدنا خالد. لكن ده ايه الكلام في الكشف والكلام في التصوف غير الكلام هنا. يبقى عندك الان دلوقتي ايه؟ وحزبه. نخلص بس نخلص حزبه وبعد كده اقول عشان بس الوقت. لا خليك بس وحزبه. عطفه على الصحب من عطف القاصي على العام، فهو خاص الخاص، يعني خاص وعام وبعد كده خاص. يعني ايه المراد بالحزب؟ الآل معروفين طبعا قلناه، والصحابة يبقى معناها الآل هم ايضا صحابة، ولكن لهم مزية اللي هي القرابة. ده ابو الحزب هم ايضا من الصحابة، ولكن لهم مزية ايه؟ أنهم الملازمون، يعني زي أنصاره، يعني المدافعون عنه، المقاتلون معه، الذين شاركوه في حروبه وهجرته للقبلتين وعاشروه زمنا طويلا. إذن الحزب هذه هي إيه؟ مزية الحزب على إيه؟ على الآل والصحابة، اللي الملازمة والاشتغال. وقد يكون يجمع الأوصاف كلها، يكون صحابي ومن آلي ومن حزبي. يبقى المراد بأنهم الملازمون له في أشغاله وحروبه، والذين أن عاشروه معاشرة طويلة فيها الايه؟ الملازمة. يبقى ايه اصل كلمة حزب في اللغة؟ الحزب في اللغة اصلها الجماعة، الجماعة الذين امرهم واحد في خير او شر يقال لهم حزب. ألم يقل سبحانه وتعالى كل حزب؟ يعني يبقى في اللغة كلمة حزب الجماعة اللي هم امرهم واحد في خير او شر، لكن ليس المراد هنا الحزب بهذا المعنى، ولكن المراد من غلبت ملازمته فهم أخص من الصحب. واضح كده؟ نعم. هذا هو المراد بكلمة إيه؟ وحزبه، يعني اللي هم الملازمون أخصهم بشيء بمزيد. نعم. كمل. لأنهم الملازمون للنبي في أشغاله وحروبه وهجرته وصلاته للقبلتين، وعاشروه الزمن الطويل، وفازوا بخطاب القرآن لهم مشافهة، وحلول جبريل بينهم في غالب الأوقات، ولذلك ورد. يعني زي ما تقول مثلا أنصار، يعني حواريو الملازمون له، تمام؟ نعم.
ولذلك ورد فيهم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، إلى غير ذلك. كده وقفنا البيت أربعة أبيات، الآن شرح البيت الخامس إن شاء الله في الدرس. إيه الفائدة؟ فائدة: الحق أنه لا يعلم عدة الصحابة إلا الله، كما لا يعلم عدة الأنبياء والأولياء إلا الله. كيف ما يعلمش عدتهم إذا كانوا محصورين ومكتوبين بالأسماء ومصنفين؟ قال لك لأنه الجن هنعدهم كيف؟ ولا ما هو داخلين فيه، والناس اللي ما نعرفهاش واللي قابلته في السفر وكذا، فما يعلمش العدد حقيقة، وما وصلت إلينا من أسمائهم معروفة، إنما مش هؤلاء كل إيه ومن ضموا من الأعراب ومن أهل القرى. يعني مثلا المأخوذ عنهم الرواية معدودين، مثلا 1800 اللي مثلا عدد الصحابة اللي في حجة الوداع كذا، لكن هل كل الصحابة دول؟ لا. وهذا إيه والله تعالى أعلم. واقفين على البيت الخامس اللي هو بعد: فالعلم بأصل الدين وحتى من يحتاج للتبيين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. صلاة على أسعد مخلوقاتك.